كبيره جدا. ادي احمد شعبان بيعدي وبيلعب كره عرضيه داخل منطقه وحارس المرمى بيطلع. ده احنا لسه ما قلناش التشكيله. وادي على طول بقى بالفعل بيدي لاحمد شعبان اللي بيلعب كره عرضيه خطيره جدا ولكن توصل الى احمد حمدي حارس المرمى. الكره مره ثانيه وادي بقى الانطلاقه والتصويبه سهله جدا يا راجل، سهله جدا يا بازوكا. ادي كاستيلو بيعيدها في الخلف مره ثانيه الى حارس المرمى احمد حمدي اللي بيلعب الكره الاماميه. احمد كاستيلو الى احمد حمدي، خطر جدا احمد حمدي انما اتصرف صح. وادي بقى جهاد جنيدي نادي تقنيه لنادي تليفونات بتسيل بتلعب على طول عرضيه خطيره واحمد حمدي بيطلعها. تتلعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء واحمد حمدي طالع زي الوحش ما شاء الله وماسك على طول. كابتن سامح الفيومي يقول لنا احمد حمدي سبق له ان انضم للمنتخب الاولمبي. لعب في الاتحاد السكندري ولعب في المصري. لعيب متميز وحارس مرمى متألق احمد حمدي حارس مرمى نادي بني سويف. وترجع لاحمد شعبان اللي بيلعب كرة عرضية داخل منطقة هيثم جميل وهيثم جميل ولكن حارس المرمى احمد حمدي. مباراة الفصل المؤهلة الى دوري القسم الثالث. بيلعب كرة عرضية حلوة محمد جمال، محمد جمال داخل منطقة انما توصل الى حارس المرمى بشكل متميز. محاولة تصويبة يا الله ربنا يستر على ايديه حارس المرمى في اللقطة اللي فاتت دي. هذه الكرة انما الى خارج الملعب. وشا وشا بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة واحمد حمدي 30 هدف حاجة غريبة جدا والبدري بالمناسبة نشوف بقى. هذه المحاولة في هذه اللحظات وادي الانطلاقة الحلوة واوفسايد على اللاعب يمكن يضيف هدف ثالث. كرة تتلعب على طول عرضية عالية خطيرة جدا ومحاولة ولكن حارس المرمى أحمد حمدي بيطلع. كرة حلوة وخطرة ولكن التدخل بقى في توقيت مناسب الحقيقة من اللاعب كاستيلو. اللي يعني نفس الوقت الضايع أعتقد اللي تم احتسابه في الشوط الأول كان برضه 5 دقايق. بيفكرنا كده زميلنا كابتن